السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي شي ستور ولا بصيل. النهارده هعمل معاكم البسبوسه. طيب نقول بقى اول حاجه نبدا بيها المقادير. كوبايه ونص دقيق سميد، ونص كوبايه دقيق عادي، تمام، نص كوبايه سكر، نص كوبايه سمنه، بيكنج باودر، وعلبه زبادي كامله. هنحط اول حاجه ايه؟ نبدا بالسمنه والسكر. ننزل السمنة وعليها السكر ماشي، وندوبهم مع بعض. نحاول نشتغل بسكر يكون ناعم. بصوا يا الخطوة دي ان السكر يدوب جوه السمنة. الناس اللي عندها هندة او مضرب بيت بعمل بيه عادي، والناس اللي ما عندهاش ولا ده ولا ده بنشتغل بالمضرب اليدوي، عشان هي البسبوسة مش محتاجة شغلانة كبيرة يعني، ما نكبرهاش على روحنا. بس شوية كل شوية تلم الصراحة شغلانة برضك. هندورها كده بدوب السكر مع السمنة. طبعا احنا عشان عاملين كمية قليلة، طبعا الموضوع بيخبط في البولة. هفصل وخليكم معايا. بصوا كده انا ضربت لحد ما بقى كريمي بالمنظر ده. بصوا انا ضربت لحد ما بقى كريمي بالمنظر ده ماشي اهو، ونزل عليه الزبادي، كوباية زبادي كاملة، كوباية زبادي من الجاهزة اللي هي لبانيتا او جهينة الزبادي دي ماشي، واضربهم كده على بعض. بحاول برضك ايه اخلي السكر يدوب جواها، لو في دواء سكر ولا حاجة اهو، واروح منزلة بقى الدي سميد. كوباية ونص دي سميد، ادي كوباية وادي النص ماشي، ونص كوباية دي عادي اهو كده ماشي تقريبا كده، وراح احط عليه البيكنج باودر. البيكنج باودر ممكن تحط معلقه كبيره او الكيس كله، انا هحط معلقه كبيره. ونقلبهم بقى مع بعض. بفضل اقلب فيه بالمنظر ده. على فكره هي بتبقى عامله زي الرمله كده، مش بتبقى الكيكه، لا بتبقى مرملة. هنشتغل بقى بايدينا عشان نضمن ايه اللي كله دخل مع بعضه. نلم كله مع بعضه. بصوا اللي مركون تحت ده برضه باخده عشان ايه يشرب من السمنه والسكر والزبادي وكله. هي مكوناتها سهله يا جماعه، البسبوسه ما فيهاش حاجه تخوف على فكره،
الناس اللي بتقول لك انا ما بعرفش اعمل بسبوسه وبخاف من المقادير مش عارفه ايه. لا لا لا، دي اسهل طريقه اهي. بصوا مش اي حاجه كده، خلصت. هندهن الصينيه ونرجع لكم. انا دهنت الصينيه اهي، وادي البسبوسه بالمنظر ده. همسك افردها، ممكن افردها بالمفرش على فكره، بمفرش العجين. استنوا كده، بيبقى سهل جدا. اهو بس بفتحه كده وبطط عليها. عشان تبقى كلها ايه، سوا واحد. نحاول البسبوسه كلها ايه، نسويها كده سوا واحد. والاسهل الصراحه من المفرش، عشان الناس بس ما تغلفش نفسها. بصوا ببل ايدي ميه، هديكوا طريقه سهله قوي بشتغل بيها. ببل ايدي ميه، بصوا ازاي منديه وامشي كده. دي اسهل طريقه تفردي بيها البسبوسه. بصوا الميه شويه بتمشيها، بتخليها تتحرك كده، وفي الاخر بقى نسويها بالمعلقه. بس الاول ايه، نسويها كده مره واحده. انا كده سويتها كلها، هنزينها بقى بالسوداني. في ناس بتحط بندق عادي. زينها من الطرف كده. سوري يا جماعة، هفضل ازينها كده. وبعدين يا جماعة بصوا، نسينا نحط الشربات. المفروض الشربات يتحط وانا شغالة، او هحط دلوقتي عشان البسبوسة الشربات بتاعها يبقى سخن والبسبوسة نفسها سخنة. كوبايتين سكر معاهم كوباية مية، هحطهم كده ونرجع لكم. بصوا كده، بعد ما زيناها كلها بالسوداني هنزقها في الفرن وهنحط الشربات على النار. كده البسبوسة طلعت، بصوا هي سخنة والشربات اهو، شكلها كده باينة. بصوا بيتشرب على طول عشان هي سخنة والشربات سخن. بمسك بالسيليكون، احاول كده ايه اجيبها على الطرف الشربات. اي حته بقى شايفاها مش متشربه بشربها اهو. بصوا
هلفها وغطيها بقى. بصوا احنا مغطيين البسبوسة كده، هنشيلها، نشيل الغطا. وبصوا طبعا قطمت حتة اول ما طلعت، بحبها وهي سخنة. نشوف من تحت السوى. اهي يا جماعة بصوا مستوية اهي من تحت. بالهنا والشفاء لكم.